شويه لهنا. فينا طلاب يبدل المحبه بالصبر. الاحباب نتاع هاد المرحومه الله يبدل المحبه بالصبر. كتبوا بهاد المرحومه اللهم اغفر لها ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منا. كتبوا باللهم من كتابها حسابها ميزانها بالحسنات. كتبوا بالله يحفظها من عذاب القبر. اللهم احفظها من عذاب القبر. احفظها من عذاب النار. وادخلها جنه مع الابرار. اللهم من كتابها حسابها ميزانها بالحسنات. الله ينور القبر ديالها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. ربي اللهم بيض وجهها. اللهم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله يجعلها من الذين انعم الله عليهم النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. حسن اولئك رفيقا. ربي الله اجعلها من اصحاب الجنة. الله اجعلها من اصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وعاقبنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه أهلا خيرا من أهلها. اطلب رب اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. يا إخوان قال لي حاضر اللهم لا تدع فينا عاصيا إلا هديته. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته. ولا عاصيا إلا هديته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مهموما إلا فرجت همه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الإخوان ديالنا هاد المقاس حبات المقابر كاع الله يرحمهم ويوسع عليهم. اجتب لهم رحمات. الوالدين ديالنا والأجداد كاع اللي توفوا الله يرحمهم ويوسع عليهم. اجتب لهم رحمات. اللهم احفظهم من عذاب القبر. احفظهم من عذاب النار. وادخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم من كتابهم حسابهم ميزانهم بالحسنات. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا.
نور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا باخر دعوان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.